المراوات كانوا تي هي كانوا يقلشوا وياكلوا لشكشود العشوب ويشربوا المحيا ويشربوا المحيا ويهبلوا ويغنوا يرحم هاد الناس على شكشود العشوب يا حسره. او الا ما كانتش المراه تتولد كيعملوا لا او المراه نفيسه تيعملوا لها شكشود العشوب ويجيبوا المسبحات لا على فحال دابا شي ما يعرفش. او المراه الا كانت تولد الترديده وبركوك الصباح يجيبوك لها المسبحه تاكل بركوكس والأربعة يعملوا الدجاجة والبصلة ويعيطوا للمسبحة كلا تاكل كلا ولا فحال دابا ولا العرسات كانت تعمل العرض الخمسطاش سبع يميم هذا سبع يميم خميس عشر يميم خمسطاش والحنة الكبيرة والحنة الصغيرة كانوا يعملوا ماشي فحال دابا ليلة الحنة وروعة سلامات كانت تبدأ بعدنا الحد تيغسلوا القمح وينقيوه ويطحنوه ويغربلوه ويصوبوه ايه لكانوا العرسات فحال دابا والفاكهه والفانيد والدنيا فحال تفلم فحال العرس نا الجمعه كلها والمسبحه تاكلوا تشرب الجمعه كلها المسبحه تاكلوا تشرب سرسم الا عملوا شنان الدراري انا عملته هنا في الماروك ولا جي عملوه عملته وفرقتوا المسبحه كلها انا عملته هنا انا عملت شرشم لولادي وكانوا يعملوا داك العرض الخمسطاش ويالله نهار نقولوا هاد الجمعه يعملوا الحنة جمعه اخرى هاد العرض يعملوا الحنة الكبيره والحنة الصغيره الحنة الكبيره كانتنا الاربع والحنة الصغيره كانتنا الاثنين كانت جد الحنات واربع اخر تكون الحنة الكبيره ويمشيو الطلام والغناء والدنيا يا حسرة على الطلامو يا بابا يا ماما ايوا ونا الاربع على العرش ماشي فحال دابا النار ما عجبهم تيعملوا الحتونة او الحدة او الاثنين او الثلاثة راك يوم ربيعي والعرشة كانت تقدس في الدار ويعملوا الحمص والكرعة لشي مع براخوت اني عود زخيرت يل ما كان لا علام لا والو عيف دير كانوا يعملوا الفرحات ما كانوا لا براوات لا والو راهم غير يعرضوا عليهم ويجيو ما كانوا البراوات بحال دابا كان يجي هواج قالت لك يما الطفل اللي مديبوها نحن عود له الله يرحمه كانت الدار ديالنا كبيره كبيره في حروه وقداس تصوبت وعملت الطفل اللي مد الحاخام شكون اللي شاف تعرض مريمه مراتي السان خالي ومريمه يسان تيدخلوا للدار تيقول لها قالت لك حنا حزان دخلت عليك بوها الا ما تجي لتفلي مد الحاخام قالت لها حنا في الله وفعرو يا حنا في الله وفعرو يا قالت لك الله يرحمها خالتي فرحها اللي عندها ثلاثه ضيفان جابتهم واللي عندها اربعه جابتهم واللي عندها زوج جابتهم تعمرت الدار ديالنا وتعمروا ما شافوا الناس فين جلسوا قامت خالتي فرحها قالت لها واش عطيتي العليم وجونا بالرحلك جات مني من الليل كامله بالريحتي على البلاد كلها جات قالت له شكون اللي شاف التعرض مريمه ومريمه تيقولوا قالت لك حنا حزن دخلت عليك بوها احنا في الله وفارو او بوهم ما نمشيوش تتعود لي الله يرحمه ما قالت لك يا بنتي واحد في اللي متحاخم تعملته البيتة تصبح الحال وهذا المزغوب دي بالكبيدة كان يبات يغني هو وبنتي قر لا بركة هو وبنتي قر تصبح الحال الغناوي فحال دابا هو انا الاربع لابس ما تعمل لي لو عدا الحنة ها هو يعني. كان الجمعة دي نقول والجمعة كلها المسبحة تاكلوا وتشرب كاين الناس اللي تيقولوا بس في الماروك في المغرب كانوا عانيين كتير وانتنا هاد المعودات اللي تتعودي كان بزاف الخير كان اللي يعملوا الخاتونة كانوا تيعملوا 15 اليوم شبت كان 15 اليوم ايو تكوفات هي ما كانوش كان الخير بزاف كان الخير ما خص بالحق كان اللي كود كان زمان اللي ما كانش الخير كان زمان اللي ما كانش الخير اللي فني هاو هذا ملي قمنا حنا كان الخير شوينا هذا كانت الدنيا مبسوطه
وفرحانه وسعدانه هي مكبيله تاكل بالطوف لو ما خصف انا شي واحد لو هيا بيمت اكل هي بالسدر كان العرض ال15 ما كانش حال دابا سبوع وكانت نفيسه الى تولد المسبحه كلها راه هناك ياكلوا ويشربوا حتى نهار تقوم والبر ميتزبا في الصباح ياكلوا بركوكس والربعه دجاجه كان يقولوا الترديضه دجاجه والبصله والخبز السخون ديال الدار فهاد الشوالت هادي دابا الترديله المسبحه كلها وكانوا العرس تيشريوا الكنابس تيفرقوا الكنابس فاسيطليو ويشريوا الكسوه